تمام سيادتك فندم، احنا حاليا سيادتك قدام بيفوت 75 فدان حصاد سيادتك بنجر لصالح سيادتك مصانع قطاع الاعمال والقطاع الخاص. احنا مكاننا دلوقتي سيادتك في قطاع السعوديه، احنا هنا سيادتك في قطعه واحد عمود 5 جهاز رقم 10، ده مكاننا سيادتك جوه مشروع مستقبل مصر. هنا سيادتك عندنا الانتاجيه في البنجر في المبكر بتصل ل 28 طن، بعد كده العروه المتوسطه لحوالي 37 طن، العروه المتاخره ممكن تصل لغايه 50 طن سيادتك، فمتوسط عام في المشروع بيبقى في حدود من 35 ل 38 طن. زي ما سيادتك شايف فندم، هي عربيات البنجر هي اللي بتبقى موجوده، وسيادتك الهارفستر اللي موجود ده معدل الحصاد بتاعه حوالي 45 فدان يوم اللي هو الذاتي. في ايضا سيادتك هارفستر تاني سيادتك مجرور، وده بيبقى معدل الحصاد بتاعه من حوالي من 18 ل 20 فدان. سيادتك عندنا الموس بتاع الحصاد ده اللي بيقوم بعملية التنظيف يا فندم، وده سيادتك بيحمل سيادتك كل يوم حوالي 45 جرار، وده سيادتك من الحاجات القوية جدا في المشروع اللي هي الميكنة الحديثة اللي بتساعد سيادتك على ان هي تنقل المحصول في اقل فترة ممكنة بدون اي هدر، ونسبة الشوائب اللي بتروح المصانع بتبقى نسبة تحت 8%، ودي بتبقى نسبة مقبولة بالنسبة للمصانع سيادتك. تمام سيادتك فندم، يعني ايه متاخره العروه المتاخره فندم؟ احنا هنا في ميزه اضافها المشروع للمصانع، ان احنا لغايه 6 يوليو بدايه اغسطس بنحصد، فسيادتك بتبقى العروه المتاخره كل ما البنجر سيادتك بيبقى موجود في الارض ما دام درجه الحراره سيادتك ما ارتفعتش في الليل عن 20 درجه، بيبني سيادتك سكر وبيزود الانتاجيه. ولكن سيادتك العروة المتأخرة أما درجة الحرارة ليلا بترتفع بيحصل هدم بقى سيادتك في السكر، لكن سيادتك بيبقى على حساب الانتاجية. وهنا برضه فندم احنا بنت السكر الريفرنس 16، لكن المشروع بيطلع حوالي من 19 ل 20 في العروات الأولى والثانية، وده بيدي نسبة استخلاص للسكر أعلى جوه سيادتك خطوط الإنتاج في التصنيع، كل ما النسبة دي بتقل. ولذلك ده اللي بيفرق الأرض الصحراوية سيادتك عن الأرض القديمة أو الأرض الصمراء. يعني ميزة طبعا سيادتك، ميزة إنتاجية وميزة سيادتك استخلاص من السكر. تمام سيادتك فندم، شكرا يا فندم. We'll be right back.
تمام سيادتك فندم، احنا قدام بيفوت قمح. احنا حاليا سيادتك في عمود 5 قطعه 2 جهاز 8، ده بيفوت سيادتك 75 فدان. بيتحصد سيادتك بكومباين الي. احنا عندنا سيادتك القمح هنا على 190 يوم، مر بالمراحل الخمسه لنمو النبات، مرحله النمو ومرحله الانبات ومرحله الاستطاله وطرد السنابل، وهو حاليا سيادتك في الطور الجاف خلاص، ده مرحله النضج تمت. متوقع انتاجيه ان شاء الله من 18 ل 20 ارداب يا فندم ان شاء الله. احنا سيادتك فندم ال 40,000 فدان سيادتك دول على مدار المشروع كلهم سيادتك مزارعين في اماكن متناثره سيادتك، مش في اماكن في قطاع واحد، لان سيادتك القطاعات سيادتك بيتم زراعتها وفقا للدوره الزراعيه، ايه اللي اتزرع قبلها وايه اللي اتزرع بعدها سيادتك. تمام سيادتك فندم. وان شاء الله في المراحل القادمه هتزيد المساحه المزارعه من القمح، وهو اللي هيدينا احتياط استراتيجي حقيقي وانتاج حقيقي ويقلل الاستهلاك، بالاضافه لمثل حضرتك وجهت بيه ان يبقى زياده التقاوي وزراعه التقاوي، بحيث هنا يعتبر مصنع تقاوي لنقاء الجو ونقاء التربه ونقاء كل الاشياء دي، مما سوف يعود على الزراعه في جمهوريه مصر العربيه بالكامل بزيادة إنتاجية رأسية تضيف كذلك للمحصول. فلا الحمد لله حاجة عظيمة دول سيادتك 18,000 فدان لأغراض الإكسار، يحققوا 600,000 فدان زراعة موسم أكتوبر الحقيقة في الموسم الحالي ده سيادتك القادم بإذن الله في نفس السنة فندم. شكرا. سيادتك فندم صورة تذكارية مع فضل سيادتك.